اتفاق التعاون والتكامل بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت شقيقة واسعة، وفرص التعاون والتنسيق بما يعزز الاستفادة من القدرات الاستثمارية في البلدين الشقيقين كبيرة. لا شك أن قطاع الأوراق المالية من القطاعات المهمة والرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة، ويمثل توقيع هذه الاتفاقية اليوم خطوة إلى الأمام، خطوة لزيادة التنسيق بما يعود بالمنفعة على المستثمرين في البلدين الشقيقين وعلى الشركات المزودة الإدراج في السوقين. نتمنى التوفيق، وكلنا أمل بأنها راح تكون هذه الاتفاقية خطوة لجذب استثمارات وجذب متداولين في لدى البلدين الشقيقين في كلا السوقين. حرصت شركة بورصة الكويت منذ التأسيس على تطوير وتحسين سوق المال الكويتي بهدف تسليط الضوء على الفرص والحلول الاستثمارية فيه، ونأمل من خلال هذه الاتفاقية أن نعزز التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وجذب المزيد من المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين إلى سوق المال الكويتي والإماراتي والمساهمة في ازدهار الاقتصاد في كلا البلدين. جميعنا سعداء وفخورون بتوقيع مذكرة التفاهم مع بورصة الكويت والشركة الكويتية المقاس، الأمر الذي يدل على قوة العلاقات بين الشقيقتين الإمارات والكويت في مختلف المجالات، وبالتالي فتح باب أوسع من الفرص أمام المستثمرين في كلا السوقين. تود الشركة الكويتية المقاصة أن تعبر عن فائق سعادتها بشأن اتفاقية التعاون بين الطرفين، والتي تعد بداية مشجعة ومثمرة لتبادل الخبرات والمعرفة ورؤى العمل، والتي سوف تسهم مساهمة كبيرة على تطوير السوق المالي في أبوظبي والكويت على الرغم من التأثير الشديد لجائحة كورونا، حيث تسعى الشركة الكويتية المقاصة إلى فتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون التجاري وإنشاء علاقات استثمارية طويلة الأمد. نثمن هذا التعاون المشترك والذي سيسهم في تعزيز فرص الاستثمار المتبادل ورفع السيولة في كلا السوقين. نتطلع قدماً إلى مزيد من التعاون في المستقبل من أجل تحقيق نمو مستدام للقيمة السوقية في البلدين.